السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف كونكتور للفاملي. طيب اول حاجة اعملها ان انا هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل فاملي نيو فاملي. هو بيبدأ الفاملي من تمبليت، يعني بدل ما يبدأ من زيرو لا بيبدأ يديني بعض الادوات المساعدة. يعني هتلاقي كل حاجة لها حاجة خاصة بيها، يعني مثلا هتلاقي مثلا لو عندك باب بيبدأ يديك الحيطة وتبدأ تحط الحاجة عليها. لو عندك مثلا حاجة بالشكل دوت باترن بيبدأ يديني الأدوات اللي تساعدني إن أنا أعمل باترن. طيب أنا دلوقتي عايز أرسم جينيريك موديل. هتلاقي عندك حاجة خاصة بالروف، هتلاقي حاجة خاصة بالباب، بالوول، بالسيلينج. أنا أقول عايز جينيريك موديل، أو خلينا نختار حاجة ميكانيكال إيكوبمنت. من ضمن الحاجات الغبية إن هو بيبدأ بكلمة متريك فبيلخبط الواحد عشان يوصل للحاجة اللي هو عايزها. طيب خلينا نبدأ بالجنريك موديل. جنريك موديل اهيت. طيب أنا عايز أعملها ميكانيكال إيكوبمنت. أجي هنا في الفهم الكاتيجوري وأقول له ميكانيكال إيكوبمنت ميكانيكال. هو بيدي الرسالة دي على إن هو جه على كلمة ماس. صعب تحول الفن بتاعتك لماس لان البيئه بتاعتها مختلفه. اخترت ميكانيكال ايكوبمنت وهقول له اوكي وهبدا ارسم اي شكل اهوت وهبدا اديله الارتفاع بتاعه واقول له موافق واشوف ال 3 دي طلع معايا بالشكل ده. طيب عايز ابدا اضيف كونكتور، هقول له ضغط مثلا على سبيل المثال اهو، فحط لي الضغط اهوت. عايز اضيف الكتريكال كونكتور، هبدأ احطه من الناحية دي. عايز اضيف بايب اهو بالشكل دوت. طيب اقول له بقى انا عايز اعمل سيلكت على دوت، هيقول لك ده نوع كوميونيكيشن. طب انا عايز اغيره مثلا اخليه داتا، خلاص هيسجل على انه داتا. الباور هيبدأ يسألك بقى على الفولتج واللود والباور فاكتور والحاجات دي كلها تبدأ تكتبها. تمام. طيب وبرده التكييف كذلك بيسألك انت عايزه ريكتانجلر ولا راوند، والهاي والويست بتاعه ممكن تعملهم بارامتر بحيث تقدر تتحكم فيهم بشكل اسهل. الفلو هل هتحسب ولا بريست ولا سيستم. بعد كده هقول له لود انت بروجكت اند كلوز، هيقول لي عايز تعمل فاميلي دي، هقول له لا، هيحملها لي في المشروع. حط الفاملي بقى مطرح ما انت عايز مثلا هنا. اول ما تيجي تعمل سيلكت عليها بيبدا يقول لك ان الفاملي دي المفروض يخرج منها سيستم دكت وسيستم باور وسيستم بايبنج. طيب خلينا نبدا بالبايبنج مثلا اهو. اقول له انا عايز اشوفه بالشكل دوت. طيب عايز ابدا بقى ارسم الدكت، هقول له انا عايز ارسم دكت. طيب لو جيت ارسم كده هيرفض. ليه؟ لان هو ما اديتوش المسافه الكافيه ان هو يخرج. طيب ممكن اقول له درو داكت وابدا كده واروح دايس مسطره، هو يبدا يحسب اقل مسافه ممكنه ويبدا يرسم لي الشغل بتاعي. او اجي هنا واقول له ارسم لي درو داكت وابدا اغير الارتفاع لمثلا 5. تمام. وبعد كده بعد ما خرجت من 5 تبدا تشتغل وتكمل مسارك عادي. برضه ممكن اقول له هنا عايز اعمل كريت باور وتبدأ توصل بالباور اللي انت عايزه.